للعام الثامن على التوالي منذ إنشاء مشروع سفراء الأزهر، أقامت المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف الحفلة السنوية لمشروع سفراء الأزهر. ذلك المشروع الذي بدأ من 2012 ويهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة والموظفين الأزهريين وأعضاء هيئة التدريس محليا ودوليا بأهم المهارات من تكنولوجيا واتصال وإدارة وإعلام وثقافة، وذلك من خلال أحدث أدوات التدريب المعاصرة. من خلال 5000 أزهري نقوم بعمل دورات تدريبية في اللغات الأجنبية، دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي، في التنمية البشرية، في ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى الندوات المستمرة على مستوى الجمهورية في كل المحافظات والكليات لتوضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام ولنبذ العنف والتطرف والتأكيد على الأخوة الإنسانية. مشروع سفراء الأزهر الذي دشنته المنظمة العالمية لخريج الأزهر تم من خلاله تدريب وتأهيل مجموعة من الأزهريين من خلال تدريبات الحاسب الآلي وتنمية المهارات الشخصية ودورات اللغة الإنجليزية، فضلا عن برنامج تنمية ودعم المرأة وبرنامج إعداد قادة المستقبل وتدشين برلمان سفراء الأزهر للطلاب وتدريب التسويق الإلكتروني وعمل عدد من المعسكرات والبرامج التثقيفية. أول حاجة تعلمتها في مشروع سفراء الأزهر هو كيفية تحصيل أداة الربط بين العلوم، يعني تعلمنا في الرابطة العالمية لخريج الأزهر أثناء تواجدنا في مشروع سفراء الأزهر إزاي نربط علوم النص بعلوم الواقع وإزاي نحصل الآلات التي تربط بينهما. مشروع سفراء الأزهر يهدف للتواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص محليا ودوليا من خلال وسطية الأزهر والحيادية والتواصل مع الطلبة والباحثين الأزهريين ليس فقط من المصريين وإنما مع الوافدين أيضا.